السلام عليكم، اش اخباركم؟ صحيحتكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اللي اول مره غادي يشوف القناه فمعكم امينه من قناه لالا مولاتي تي في. اليوم الموضوع ديال الفيديو هو موضوع جدا جدا مهم بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الحساسه، اللي كتكون ملتهبه، اللي كتكون اي حاجه حطيتي عليها كتحرقها، اللي يعني كينوض لهم حبوب بالسربه، اللي عندهم كزيما، يعني كاع اللي عندهم هاد المشاكل البشره هذه. اليوم جبت لكم واحد الحل، واحد البرودوي اللي غتشكروني عليه بزاف بزاف، واحد لو جيل نيتويون. كيف ما كنعرفوا كنا كنحتاجوا ان جيل نيتويون في النهار ديالنا، سواء فاش كنفيقوا في الصباح، سواء قبل ما نعسوا ضروري كنبغيو نظفوا البشره ديالنا من هذاك ليكسي ديال الدهنيات اللي كيكون عليه، اولا يعني التلوث، يعني اي حاجه جمعتها البشره كيخصها تغسل منها على الاقل جوج مرات في النهار. وهذا لو جيل هذا كيليق بزاف كما قلت لكم الناس اللي عندهم البشره حساسه، مثلا الناس اللي عندهم لاغوزاسي بحالي اولا الورديه، والناس اللي ما كتعرفش لاغوزاسي هذه فرصه فاش نعرفكم نعطيكم واحد التعريف بسيط عليها. هي فاش كتكون عندك البشره ملتهبه وكتكون فيها واحد الشعيرات دمويه رقيقه حمراء، غالبا ما كتمركز لينا في الخدود وفي الانف، وكيكون عندنا ديما البشره ملتهبه، يعني حتى حاجه ما كنقدروا نحطوها عليها، سواء كريم ادغاطونت سواء جيل، ما كنقدروش نغسلوها، ما كنقدروش نقيسوها، كتكون حساسه بزاف. وكاين اللي عنده هاد لاغوزاسي ولكن هو ما عرفهاش، فاللي عندك هاد الاعراض هادي فراه عرف بان عندك لاغوزاسي، خصوصا كتحس بالوجه ديالك كيحرقك في الوقيته اللي كتكون في شي بلاصه سخونه، يعني فيها الناس بزاف، ولا هكا بلاصه مغلوقه بحال الكوزينه مثلا كيكون فيها الفران، كيعطي سخونيه، البخار، وهاد لاغوزاسي هادي اولا الورديه كتزاد بزاف بزاف في الفصل ديال الصيف، لانه كتكون الحراره مرتفعه بزاف، وكتكون بزاف في فصل الشتاء لانه كيكون الحال بارد بزاف وهذوك الشعيرات كيلتهبوا. فلو جيل اللي جبت لكم اليوم هو جيل اللي غادي يريحكم تماما، كينظف البشره يعني من عمق، كيريحها وكيخليها يعني كينغويها وكيريحها وكيرطبها. هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي كاينين، وهاد لو برودوي هذا يعني ما كاينش اللي استعملوا وما شكروش، واللي هو هذا فوالا بيو ديرماسون سي بيو، تيجي في هذا الشكل هذا. الفلاكون فيه 200 ml والمدة الصلاحية ديالو 6 شهور، هو صراحة كيدي مدة طويلة. هذا راه جربتو عن تجربة شخصية، يعني ما كنهدرش لكم من فراغ، و اون بليس دو سا ان ديرماتولوج ديالي هو اللي يعني وصفوا ليا بلوس دي زوتر برودوي باش نداوي هاد لاغوزاسي، والحمد لله زعما دابا لابو ديالي مرتاحه تماما. جيل موسون اللي فيه بزاف ديال لي زافونتاج، انا جو تروف صراحه، بحال مثلا هاد الطريقه باش كنخرجوا لي جيل هكا، فهي طريقه اقتصاديه صراحه، يعني ماشي بحال الا كتحل وكتخوي البرودوي بحال هكا، فكت بعض المرات ما كتحكمش في لا كونتيتي وكتقدر غير تضيع، يعني تخرج اكثر من من الكميه اللي انت محتاج. فهاد البومب هذه كتخرج لك واحد الكميه اللي معقوله، وتبقى محافظ لك على البرودوي لمده اطول، كذلك انه تيحافظ لنا انه يعني الشكل باش جاي تيحافظ على انه ما يدخلوش ليه لي باكتيري، ما يدخلوش ليه الميكروبات بزاف، يعني تيكون تندورو بحال هكا، يعني كيتسد ما كيبقى يدخل ليه الهواء لا حتى شي حاجه، يعني سهل في الاستعمال بيان سور، وهو نقدروا نقولوا جوج في واحد، منتوج اقتصادي 100%، لانه علاش هو بلوس كانه جيل نيتويون، فهو مزيل للمكياج، يعني ما نحتاجوش واحد ديماكيون لانه كيزيل لنا المكياج بواحد الطريقه كبيره، سورتو انه ما كيحرقناش في العينين، يعني حتى الناس اللي كدير الماسكارا ولا الماسكارا اللي كتكون واتر بروف مثلا ضد الماء ولا هذا، راه تقدر تغسل بهاد لو جيل هذا لانه تيزيل المكياج بواحد الطريقه رهيبه وما تيحرقش في العينين. اللي بغيت نزيد نقول على هاد البرودوي هو انه تيلق لجميع انواع البشره كيف ما كانت، سواء الجافه سواء الدهنيه
ولكن هو بالخصوص خاص للبشرة الحساسة اللي كتكون ملتهبة. ولكن حتى اصحاب البشرة الدهنية فراه يقدروا يستعملوه، لانه تنظف البشرة بواحد الطريقة اللي كتحافظ على لا كاليتي ديال لابو، وكتقاد البي اش ديالها كيف ما كان. فريمون ان برودوي اللي ما كيحسش البشرة نهائيا، ما فيش مواد محسسة نهائيا، ما كيهيش البشرة. وحتى الناس اللي كتخاف من انها مثلا كتستعمل اي حاجه البشره ديالها دغيا كتنوض الحبوب ولا هذا، فهذا راه ما غاديش يدير لك الحبوب نهائيا. بالنسبه للثمن ديالو فانا خديتو بحال هاد لي برودوي هادو كناخذهم من البارا من الاحسن، لان الثمن ديالهم كيكون ناقص بزاف على البخي ديال الفارماسي. فانا خديتو ب 140 درهم، اما في لي فارماسي فهو ما بين 200 حتى 220 درهم. بحال هاد لي برودوي كنصحكم انكم تاخذوهم من لي بارا، بحال لي كريم ادغاطونت، بحال لي كريم مثلا دو نوي دو جور، من الاحسن تاخذوهم من لي باغ تيكونوا ناقصين. لو جيل ديال بيو ديرما سونسي بيو اللي خاص نورمالمون هو تيليق لجميع انواع البشره كيف ما بغات تكون، ولكن هو خاص بالبشره سورتو اللي كتكون حساسه وكتهيج دغيا، واللي كما قلت عندها غوزاسي او كزيما او كتكون جافه بزاف. باركونتخ هو ممكن نستعملو جميع انواع البشرات حتى الدهنيه، فهو تيقاد المستوى ديال البي اش كيف ما كنعرفو ان عندنا واحد المستوى ديال البي اش، وكذلك كيحافظ على لا كاليتي ديال لابو ديالنا. نظرا للمكونات اللي فيه فهو ان برودوي يعني سون سولفات سون بارابين سون الكول سون بارفان، ما فيش صابون. وهذه واحد النقطه مهمه بغيت ننصح جميع الناس او جميع السيدات انهم جامي ما يغسلوا وجههم بالصابون، خصوصا داك الصابون اللي تيكون محطوط في لافابو اللي جات يغسل به يدو اللي دخل تيغسل به يدو، فنهائيا ما نستعملوش الصابون نهائيا. هذا راه ان برودوي سان صابون. وبالنسبه ليا انا كنستعمل جوج مرات في النهار. فوالا كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون نال اعجابكم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، خصوصا الناس اللي عندهم البشره الحساسه، لانني بحالي بحالكم وحاسه بكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد لايك اللي كتعني ان هذا الفيديو فعلا عجبكم، وكتكون بالنسبه ليا مثابة تجاوب ما بيني وبين الناس اللي شافوا الفيديو. وكذلك الا بغيتوا الروتين ديال كيفاش عالجت البشره ديالي من لا روزاسي، يعني التريتمون اللي تبعت التريتمون اللي عطاني الديرماتو ديالي، فمرحبا والف مرحبا، خليوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم نعطيكم جميع التفاصيل. يلا نبغي نقول لكم خليت لكم الراحه، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.